مرحبا بك يسري ومرحبا بكم مشاهدينا. اليوم غادي نشوف زيارة الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة، غنتعرفوا على أبرز المهام ديالها وكذلك البرامج ديالها من أجل تعزيز تنافسية المقاولات وخلق فرص جديدة للاستثمار. قوم معنا. بفضل الإطار الاستراتيجي لتدخل الوكالة ولكي يتماشى مع مخطط التسريع الصناعي، فوكالة مغرب المقاولات ركزت تدخلات ديالها على تطوير خدمات مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والنهوض بنظام المقاول الذاتي ومواكبة المقاولين الذاتيين من خلال مجموعة من البرامج، من بينها برنامج امتياز نمو لتقدم المقاولات المختارة منح الاستثمار ودعم على المستوى المادي واللوجستي. 2016 سمعنا بماروكين بي ام، سولنا الاصدقاء، جينا طلبنا، درنا طلب والحمد لله تقبل الملف ديالنا بسرعه، يعني ذيك الوقت في 2016، واستفدنا بواحد المبلغ اللي هو فيت 700 مليون. وماروكين بي ام باش عاونتنا بزاف، شنو هي المواكبه، الالتزام اللي كان بيننا وبين ام بي ام، شنو هو حنا غادي نخدموا واحد العدد ديال الناس اللي غتوصل 125 واحد، والحمد لله حنا دابا وصلنا تقريبا 100 وبقاتنا 25 في 5 سنين، يعني مازال عندنا 3 سنين اخرى ومازال غادي نحتاجوا اكثر. هذا هو الهدف من هذا الشيء اللي درناه مع ام بي ام. بالاضافه لبرنامج امتياز نمو، وضعت الوكاله رهن اشاره حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، برنامج مسانده لتهدف مواكبه 700 مقاوله سنويا من اجل تحسين الانتاجيه ديالها والدعم ديالها للوصول لاسواق جديده. أهداف وكالة مغرب للمقاولات كتجلى أساسا في تعزيز التنافسية في النسيج المقاولاتي ونشر روح المبادرة من أجل الاستثمار وتهيئ مناخ ملائم لإحداث فرص شغل جديدة. المقاولة الذاتية تقريبا بديت فيها في 2016، اشتغل في المقاولة الذاتية اللي قبل منها كنت اشتغل تقريبا بحال أي صباغ عادي، ولكن تعرفت على المقاولة الذاتية لقيت فيها واحد الامتياز زوين، أنا واحد المقاولة اللي كانت سهلة باش تنشئها. كتكلف شي تكلفه صعيبه، ملي درت المقاول الذاتي مشيت عاوتاني اشتهت شويه، مشينا دقينا شويه الباب الشركات ديال الصباغه، تعرفنا على السوق، تعرفنا على كيفاش الخدمه هذه، والحمد لله بدينا في الخدمه وفي هذه بدينا كنخدموا في هذه الصباغه. المميز ديال هذا المقاول الذاتي ثاني كتخليك انت كتلوج للصفقات العموميه ولا تتعامل مع القطاع الخاص، اي صفقه كنمشي انا كنحط الدوفي ديالي بالاسم ديالي بالكاشي ديالي وعندي لافاكتور وعندي كلشي المسائل الخاصه ديالي انا، ماشي كنحكي شحال هذيك خصك تقلب على الشركه اللي باش كتعطيك الاسم ديالها باش تدخل باسم ديالها.